بسم الله الرحمن الرحيم. المتشابهات في صفحة رقم 121. أول متشابه معنا في الآية 77 قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الآية الكريمة تشابهت مع الآية 171 من سورة النساء، لكن هناك تبدأ الآية بدون قل يا أهل الكتاب، من غير قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا نفس الألفاظ المتكررة معانا هنا في المائدة، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لكن في المائدة غير الحق، إنما في النساء لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. الآية يبقى هنا الآية المائدة بدأت بقل، آية النساء بدأت من غير قل يا أهل الكتاب. في المائدة هنا لا تغلوا في دينكم، بعدها غير الحق ولا تتبعوا، إنما في النساء لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فلينتبه لذلك إن شاء الله. كذلك في هنا تكرر في الآية 77 قل يا أهل الكتاب، وردت كم مرة؟ وردت 6 مرات في القرآن الكريم. في الآية 78 قوله تبارك وتعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون. تشابهت الآية الكريمة مع البقرة قوله تبارك وتعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى وجه التشابه هنا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لكن في البقرة بعدها إن الذين آمنوا والذين هادوا. في آل عمران كذلك: ويقتلون الأنبياء بغير حق، بعدها إيه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بعدها ليسوا سواء. يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جت 3 مرات في القرآن الكريم، مرة معانا هنا في المائدة، نحفظ اللي بعدها على طول كانوا لا يتناهون. هناك في البقرة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بعدها إن الذين أمنوا والذين هادوا، أول الصفحة اللي بعدها. في آل عمران ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بعدها ليسوا سواء، بداية الربع، فلينتبه لذلك إن شاء الله. كذلك في الآية 79 قوله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا الموضع الثالث في المائدة. طيب الموضع الأول في المائدة لبئس ما كانوا يعملون باللام، الموضع الثاني في المائدة لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى الموضع الأول لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا أولا 3 مرات، لكن الموضع الأول لبئس ما كانوا يعملون، هنربط اللام بتاعة يعملون مع اللام من كلمة أول، يعني الموضع الأول. لبئس ما كانوا يصنعون، هنربط النون من كلمة ثاني، يعني الموضع الثاني. الموضع الثالث الذي معنا الآن لبئس ما كانوا يفعلون، هنربط الفاء بتاعة يفعلون دهيت بقوله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، بكلمة ايه؟ فعلوا. يبقى بالترتيب الأولى يعملون، الثانية يصنعون، الثالثة يفعلوا. يعملون، يصنعون، يفعلون. ممكن نقول جملة إنشائية: عمل فصنع ففعل، عمل فصنع ففعل مثلا، ايه جمل زي كده، كل حافظ بيبتكر جمل معينة لنفسه. في الآية 80 قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. هذا الموضع الثاني في المائدة. طيب الموضع الأول وترى، بدأت الآية ايه؟ بالواو، وترى مش زي هنا ترى. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. يبقى يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. يبقى وجه التشابه هنا ترى كثيرا منهم، ترى كثيرا منهم يتولون، إنما في الموضع الأول في المائدة وترى كثيرا منهم يسارعون. طيب الموضع الأول برضو هنربط الواو، يعني الآية بتبدأ بالواو من كلمة إيه؟ أول، حرف الواو في كلمة أول، فبذلك يعني إيه؟ نحفظ المتشابه إن شاء الله. في الآية 83 قوله تعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. في آل عمران الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. طيب سورة آل عمران أطول سورة، أطول من سورة المائدة، وكلمة إننا جاءت بالسورة الأطول اللي هي سورة إيه؟ آل عمران. يبقى هنا
يعني الذين آمنوا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من النصارى، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إنما هناك في آل عمران يقولون ربنا إننا، بإضافة إيه؟ إننا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. طيب الآيات البقية إن شاء الله بقى إيه مع الصفحة اللي بعدها إن شاء الله، نحفظ المتشابهات التي وردت في هذه الصفحة، ونسأل الله تبارك وتعالى التيسير، وأن يثبت الله جل وعلا القرآن في قلوبنا. آمين يا رب العالمين.